تفضلي. مايا؟ ما عم صدق انك ناطرتيني هون مشان ما اخاف وارجع. لا اكيد مو هيك، انا اجيت لاكد لك انه نحن هون وجنبك دائما. شكرا. نمشي؟ ايه يلا. انتبهي، الدرج ضيق شوي. ماشي. نايجيلا من قبل تركت معي المفاتيح وتركت لك كمان رسالة الترحيب هي. أحلى رسالة ترحيب بتجيني بحياتي. قبل رجعتك راحت اشترت مناشف جداد وكاسات كمان وفراشي سنان ومعجون سنان مشان تجي تسكني وما ينقصك شي ابدا. بس لو غيرت رايي كانوا راحوا على الفاضي. غيرتي رايك؟ اي مو على كيفك، كانت راحت وجابتك اجباري. بس شوفي الامور كيف مشيت، بظن رح تعدي لحالك، ما رح يكون معك زميلة سكن. هلا هي الشغلة مانا سيئة. ليكي كاتبة اعملي حالك قدرتي تقري وتفهمي، بس هي عرفانة ما رح افهم، لهيك رسمت هالرسمة. ليكي رسمت لك هون في مشفى وهون بقالية. حبيبتي، أول ما نوصل بتعملي دوش وبتنامي. إيه، فعلاً أنا بحاجة دوش، وبعدها بدي أتسطح. إيه، استنى بس لحظة. مرحبا. حدا ترك شي للشقة 1201؟ يلا رح شوف لك مدى. إيه. إيه. أنت جديدة هون مو هيك؟ إيه، اسمي كلوي وهذا أول يوم إلي بالشغل. حضرتك ساكنة بال 1201؟ طلع في شي؟ آه، هلأ لا، بس إذا ناطرة شي أنا بستلمه وببعت لك يا. إيه شكراً. عن جد هالسفرة كانت متعبة. لطيفة وظريفة هي الموظفة الجديدة، شكلها متخرجة جديد وهاد أول شغل إلها. ليك أنا بهي السفرة جهزت كل وراء بوابة الدفع، صار فيهم الزباين يشتركوا. أنا متفائلة إنه من هون للربيع تكون بلشت الأمور تتحسن. حبيبي؟ شبك؟ وين صفنت؟ أنا بس كنت عم فكر شو هي الوسائل الترويجية اللي ممكن تستخدميها لتساعدك. في كتير أفكار براسي، هلأ بالبيت بخبرك. عن جد هالرحلة كانت كتير مرهقة، بتصدق مالي نايمة غير 3 ساعات؟ عم تتعبي حالك وأنا خايف عليك، برأيي فوتي نامي شوي. إيه، رح فوت آخد دوش وشوف إذا بقدر نملي شي ساعة. أوكي، حاولي. يلا رح فوت فورا. يلا حياتي. قلتيلي لقيتي شغل جديد، بس ما قلتيلي إنه هذا الشغل ببنايتي. لأنه بدي شوفك كل يوم، ما قدرت أبقى لحالي قاعدة وناطرة وما بعرف إمتى فيني شوفك. بعرف إنك خايف من جيتي، أنا بس بدي أكون قريبة منك. مو ناقصني مشاكل هيك. هلا أنا أجيت على هالمدينة بسببك، أنت السبب الوحيد لوجودي هون.
وزبطت هالشغل لكون جنبك. ما بدي غير ضل قريبة منك. أرون، ما تخاف على حالك، بوعدك إنه رح ألتزم بشغلي وما رح أتجاوز حدودي وما رح سبب لك مشاكل. لاقي شغل تاني واتركي هاد. حبيبي وين كنت؟ نسيت موبايلي بالسيارة ونزلت مشان جيبه. أنا حاسة إنه حلحل علي التعب، رح حاول فوت نام، بس يرجع زاك من الروضة فيقني فورا. طيب، نامي منيح. صحة وهنا. شكرا. أهلين نيني، تفضلي. يلا جاي لعندي. جيتي بوقتك بصراحة، هذا البن هلأ طحنته. تفضلي. ليش ما بدوق مثل هي الطعمة غير بهذا المكان؟ هدول البنات تحمصوا لإلك وسميت لهي الخلطة حبوب نيني. بس برأيي ما في داعي تعمل طعمة حصرية لأنه الناس بتتغير. وبعد سفرتك أنت تغيرتي؟ قبل كنت منافقة وكنت أسعى للكمال وأضغط على حالي، بس بهالفترة عرفت أنه فيني استغني عن أي شيء. عفواً، بس ليش حاسس إنه في شي ورا هالحكي؟ تشاندلر، رح كون صريحة معك، أنا كتير بحترمك كصديق، بس نحن علاقتنا انتهت وما فينا نرجع مثل قبل. صدقني أنا متمنية تكون شايفني كصديقة. كل كلمة قلت لك ياها من قلبي.
بس بجوز أنا رجعت وغلطت معك. إيه، قبل ما أترك شانغهاي لو ما طلبت مني إني أبقى وأشتغل هون كان ممكن فكر، بس أنت مرة تانية فهمتني غلط، لهيك للأسف نحنا ما رح نزبط مع بعض، تفكيرنا مختلف كتير. خلينا ننسى كل الماضي. عملت هدول مشاني، بس لا عاد تعمل غيره. شكرا. ايه هيك تمام. اه مدام مرحبا. اهلين. مرحبا، انا مايا. تشرفنا. انا صحفيه زو، اهلا وسهلا، تشرفت فيكي. انا بعتذر اذا تاخرت، يمكن نطرت. لا ما في مشكله. انا قريت نمط المقابله يلي بعتي لي اياه، فينا نبلش فورا اذا بتحبي. ايه ممتاز، فورا رح نبلش بالتسجيل. ماشي. ايه وانا لازم اطلع على الكاميرا ولا عليكي؟ لا اطلعي علي. نحن وقت عملنا المره الماضيه المقابله مع مؤسسه الانعاش الاجتماعي هن ذكروا لنا حضرتك كاحد المتبرعين لهي المؤسسه ورشحوكي للمقابله. بتوقع انه حضرتك لما عرفتي بنشاطات المؤسسه مع جمعيه احبوا الفتيات قررتي تتبرعي لهم لانه توجهاتهم لفتت نظرك. ممكن اعرف شو اللي حفزك لتاخدي هذا القرار؟ بالحقيقه انا مصنع الشاي تبعي موجود بمنطقه فقيره، وهذا الشيء لفت لي نظري لوجود اولاد بيتخلوا عنهم اهلهم وخاصه بنات صغار، وحبيت اعمل شيء ساعدهم. بعرف انه هدول البنات عم يمروا بفترات صعبه كتير، عم يكونوا بحاجه لحدا يوقف جنبهم ويرشدهم ويبين لهم شو هو الصح وشو هو الغلط. بتامل هالخطوه تقدر تغير لهم حياتهم. اكيد. طيب ممكن انك تخبرينا عن محتويات شنطاي احبوا الفتيات؟ نحن حطينا بهي الشنطاية الاحتياجات اليومية اللي بتحتاجها أي صبية صغيرة، وحاولنا أنه نلبي. لأنه بدي شوفك كل يوم، ما قدرت أبقى لحالي، قاعدة وناطرة وما بعرف إمتى فيني شوفك. بعرف أنك خايف من جيتي، أنا بس بدي أكون قريبة منك. أنا أجيت على هالمدينة بسببك، أنت السبب الوحيد لوجودي هون. شبك شوفي؟ شو عم تعمل؟ أنا حجزت لك تذكرة وهلأ بدي وصلك على المطار مشان ترجعي. استنى شوي اسمعني، ليش هيك عم تعمل؟ شو صار لك فجأة؟ طبيت لك الأغراض المهمة وببعت لك الباقي بعدين. بعدي. مو على كيفك، مو رايحة. جيبي هويتك، هلأ بدك تروحي. انت عن جد عم تنهي علاقتنا؟ انت متأكد انه ما بدك يعني؟ شكرا. تفضل. خلصنا.
كل شيء بيناتنا انتهى ورح نرجع لحياتنا. لازم ننسى اللي صار. أنا عندي عيلة وما عاد فيني أغلط. أنا ما فيني طلق. كلوي، أنت بنت منيحة. كله لأني اشتغلت ببنايتك؟ كل هاد لأني قربت على منطقتك؟ طبعاً. أنا حسيت بالذنب تجاهك أنت ومايا وتجاه ابني كمان. ما تضغطي علي أكتر. انتهينا. أهلين حبيبتي. أي يلا جاي فورا. خير؟ ليش كل الموظفين طالعين بكير؟ حبيبتي شكلك اشتقتيلي، لهيك قلتيلي اجي بسرعة على المكتب. شو القصة؟ مو قلت لي ما عاد رح تشتغل بالألعاب النارية الزرقاء؟ مو وعدتني ما عاد تنتج من هالنوع؟ بتتذكر؟ شو كل هاي الطلبات لكان؟ حبيبتي لا تكبري القصة، ما بدها كل هالتوتر. أنا عامل الاحتياطات اللازمة وشغلي آمن كلياً. شو يعني آمن كلياً؟ ليش من أمتى الشغل بهيك شي بيكون في أمان؟ ما بتتذكر شو صار بجاكسون؟ نحن من أول ما قررنا نشتغل بالألعاب النارية اتفقنا أنا وياك إنه ما نقرب على أي شي في خطورة، وقلنا إنه الأمان هو أولويتنا وما نو الربح المادي أبداً. ليش أخذت هيك قرار أناني من دون ما نتناقش فيه؟ بدون ما ترجع لي قررت تنتج ألعاب نارية زرقاء؟ أنت شو قصدك بكلمة قرار أناني؟ أنا مصمم ألعاب نارية ومدير هاي الشركة ولا لا؟ بحق لي قرر شو بدي أنتج ولا لا؟ وشو قلتي كمان؟ قلتي هذا منتج خطير، بس على علمي إنه قانوني وأنا أخذ احتياطاتي لأنه عندي خبرة. ما في داعي لكل هذا الخوف أنت عم تزوديه. إذا بدنا نضل خايفين أنا بقعد بلا شغل وبسكر هاي الشركة، وأنت بتعرفي ومن زمان إنه هذا كان حلمي، إني اشتغل بهالنوع بالذات. بعدين حتى الحمرة والخضرة والصفرة كلها بتنفجر وفيها نسبة خطورة. لا عفواً، حكيك مانو منطقي بالمرة. حكيك هو المنطقي لكان؟ دائماً بتطالعيني غلطان وكل الوقت بتحطي لي حماسي. أنت مالك مقتنع أصلاً بهذا الفن اللي عم بشتغله. بتعرفي شو هو الفن؟ تفهمي فيه؟ لا ما بفهم. شو بفهمي؟ اي طبعاً ما بتفهمي بالمرة. أنا عم بحلم بعرض ما حدا عمله من قبل. لعلمك أنا مضطر أخذ طلبات مشان أقدر غطي نفقات شغلك بالشاي كمان. تقصد إني غلطانة لأني عم بشتغل؟ ليش دائماً بتلف وبتدور لتحط الحق علي؟ مو هيك قصدت أنا. لكن شو قصدت بكلامك؟ حلمي أعمل عرض بالألعاب النارية الزرقاء، وأنتي بتعرفي حلمي أعمل محيط كامل بالسماء. وقلتيلي وقتها فكرتي حلوة وبتاخد العقل. كل الوقت عم حاول هذا الحلم يصير حقيقة. الألعاب النارية الزرقاء هي الوسيلة الوحيدة لحتى حقق حلمي. بس أكيد مو على حساب عيلتك ولا على حساب أمانة واستقرارة. معقول يعني إذا ما غمرت بعيلتك وفتت بهاي المخاطرة الكبيرة حلمك العظيم هاد ما بيتحقق؟ شو فايدة هذا النقاش هلأ؟ أنا ما عاد فيني أتراجع. العقد توقع وخلص. في علي غرامات إذا تراجعت. ومالي حمل خسارة.
ألو. ألو مرحبا، حضرتك السيد وي؟ أنا نيني وانغ، حضرتك عطيتني كرتك بكوزو. إيه تذكرت. أنا رجعت على شانغهاي، أنت قلت لي حابب نتعشى سوا. رح أبعتلك الشوفير ليجيبك. ماشي، شكرا، بشوفك لكان. كنت دائماً حس الرحلات بهي السيارات كتير حلوة وممتعة. كنتي دائماً تفرجيني صور هي الرحلات. بس بالصور كان يبين إنه هالنوع من الرحلات ممتع وأسهل بكتير. إيه هذا الشيء طبيعي لأنه في فرق بين الواقع والأحلام. عن جد كتير حلو. القمر اليوم كامل وكبير وضاوي كمان. إيه. كنت رح أنسى. إيه؟ ما تذكرتيها لهي الأنينة؟ طلعي على الفلينة. إيه بلا هلأ تذكرتها. جبتها لأنه إلها ذكرى عنا. أنا بعرف إنه أنت كنت تعمل كتير شغلات يومية بتبين بسيطة، بس هي بنفس الوقت شغلات كتير مهمة وأنا ما كنت منتبهة. كنت فكر إنه هي الشغلات تافهة وما كنت عطيتها قيمتها. ما بدك الهلقد يلي كنت أعمله طبيعي. تفضلي من هون. شكراً. أنسانيني؟ الحقيقة الأستاذ لسه ما خلص اجتماعه، ممكن تستنيه هون من بعد إذنك؟ ايه ماشي. تفضلي ارتاحي لبين ما يخلص. شكرا. بلشنا نحصد النتائج. ايه تماما، هدول نتائج تعب سنين. طبيعي نبلش نحصد الأرباح بعد هالتعب. النتائج الإيجابية واضحة. مستقبل الشركة صحيح. كتير رح يكون منيح، أنا متأكد. أستاذ؟ ايه. الآن سنيني وصلت. طيب. بصحتك. الوضع كتير عم. بصحتك. شي الأمور لأحسن. أهم شيء هلأ إنه نحن الرقم واحد بالسوق ولازم نحافظ على هذا الوضع. إذا منضل عم نشتغل على نفس الوتيرة أكيد رح نحافظ على المستوى اللي وصلنا له ورح نتطور أكتر كمان. أكيد. قال في شركات عم يحاولوا يقلدونا. يعني شو مفكرين القصة بهالبساطة؟ غمضي عيونك. ليش بقى؟ غمضي يلا. فتحي. مو هذا العقد يلي كنت حاطة ببالي اشتريه من زمان؟ انت كيف عرفت؟ هاد لأني كنت مقصر بحقك من قبل، بس من هلأ ورايح أي شي بتتمني أنا رح أجيب لك إياه. ما عم صدق إنه هذا أنت، حاسة الوضع غريب شوي. وأنا كمان متفاجئ بحالي بصراحة، بس أنا عم أحكي اللي بقلبي عن جد. أنا لما قلت إني تزوجت بس لأستقر كنت غلطان وماني عارفان شو عم احكي. معلش تنسي هذا الحكي وتمحيه من قلبك. الحقيقة من أول مرة التقينا دغري عرفت إنه أنت البنت اللي بدي إياها. من أول مرة التقينا؟ ليش شو صار وقتها؟ الجو بارد. Thank you.
هي شبك ليك طلع القمر ما احلى القمر الليلة كامل وضاوي كتير. انا بوقتها كل يلي كنت عم فكر فيه كيف بدي امن تاكسي بهالبرد، واذا ما لقينا بدنا نروح بالباص او مشي ونعلق بالعجقة. يمكن كل يلي بالشارع هاد كان همهم، الا انت طبعا كنتي رايقة وعايشة بعالم تاني وما عم تفكري بكل هالقصص. انت دائما بتفاجئيني باختلافك، كنتي مبتسمة وصافنة بالقمر. آخر رحلة طلعتها كانت بتجنن، كلياتنا بحاجة رحلة نقاهة بعد ضغط الشغل. أنا عم فكر أطلع أول الشهر رحلة باليخت تبعي. وأنا كمان. وأنا غالبا رح أطلع شي أسبوعين نقاهة هيك على شي منتجع. لازم الراحة بين الفترة والتانية. طبعا بس ما لازم نقضي كل وقتنا راحة. ها ايه طبعا. بالمناسبة في شي بدي قلك اياه، انا قررت شيل حوض السمك منشان وقت بدك ترجعي تقدري تحطي مكانه اي شي بدك اياه، ما عندي مشكلة. بعرف انك خايفة من الرجعة وما عندك ثقة اني عن جد تغيرت، بس انا من قلبي بتمنى تعطيني فرصة تانية. أيوة بعدين الشغل بهالمجال أرباح وذهب، بس بده معلمين. صحيح. عفواً أستاذ، بتحب إلا للآن سنيني إنه تروح؟ حاضر. أنا معك بهذا الشيء، هذا الشغل بده خبرة كبيرة. آن سنيني أنا آسفة كتير إنه نطرناكي ساعتين، بس الأستاذ عنده اجتماع وما خلص، لهيك فيك تروحي هلأ، ومنرجع منحدد موعد تاني. ماشي، ما في مشكلة، شكراً. أنا آسفة مرة تانية. أكلة حبيبي زاك المفضلة صارت جاهزة. يا سلام، مين بده يأكل كل الصحن هلأ؟ تفضل. واو، عن جد أكلتي المفضلة هي الطالات الملونة بتشبه الألعاب النارية. أنسيشين؟ نعم. ضبيتي غراض زكريا تبع الروضة؟ ايه تقريبا. يلا جهزيهم مشان ما يتأخر. حاضر. اذا بدكن انا بوصلكن. ما بتقوم لتخلص صحنك. على مهلك. ليش مشتري كل هالأكلات؟ أنا قررت أشتري كل الأكلات يلي منحبها. يلا اطلع. ليكي إيه؟ أنتي قرري وجهتنا، أنتي دليني. مو أنت قلت لي إنه أنا غبية بالطرقات؟ رح أقول لك بصراحة، هي الرحلة كلها إكزافيير هو يلي خطط له. هو حدد الخريطة وجهز مفاجآت لنلاقيها على الطريق. بس الشيء الغريب فعلا انه كل شيء خطط له ما زبط. هلا فهمت.
لهيك ما قبلت دلك على الطريق، وكنت مصر كتير على الطريق يلي انت بدك اياه. بس هلأ حذفت الخريطة لنمشي من الطريق يلي بيعجبنا. بعتقد هي الرحلة كتير بتشبه الزواج. يلا الو الو اهلين. مرحبا، اليوم موعدنا بالمطعم الياباني. هلأ مساعدتي بتبعت لك العنوان. ايه ماشي على موعدنا. شو اعمل يعني؟ مو دائما انا اللي لازم اعتذر منها وصالحها. اصلا انا ما عملت شي غلط، نحن اختلفنا بالشغل. اشتغلت بالالعاب النارية الزرقاء مشان زيد الارباح، مو لانه جاي على بالي جاي لهون قبل هالمرة؟ ايه جاي مرة، وقتها سيمور جابني. اول مرة شفتك فيها بحفلة الكوكتيل اللي جابك عليها، وتاني مرة كانت بضيعتك، وهي ليك رجعتي على شانغهاي. فهميني شو عم يصير معك؟ بصراحة ما عم يصير معي اي شي مميز، ماني عارفاني لسه وين بدي استقر. بما انك اتصلتي فيني يعني عندك شي تقولي. انت يا معجبة فيني او مهتمة بشي وظيفة ممكن اقدم لك اياها. بالحقيقة انا حابة اكون مساعدة المدير بمحل ميشيل، وحضرتك قلت انه شركتك اشترت هالمجموعة. انت بتعرفي ليش عطيتك كرتي لما شفتك بضاعتك هديك المرة؟ فكرتي بالقصة؟ لا يلي بعطيهم هالفرصة، ولما دقيتي عرفت انك فكرتي منيح واخدتي قرارك النهائي وعرفتي مكانك الصح. واضح انك من النوع يلي ما بيستسلم بسهولة وبيسعى كثير ورا حلمه. صح ما شفتك غير مرتين، بس انا عندي نظرة. هلا انت قصدتيني،
يلي بيقصدوني كتار وأنا ما فيني لبيهم كلهم. شو هو الشي اللي بيميزك؟ برأيك ليش أنت بتستحقي هاي الفرصة؟ أنا بستحق هاي الفرصة لأنه أنا بعرف إمكانياتي كتير منيح. أنا كنت واحدة من أحسن بنات المبيعات قبل ما أستقيل، كنت عم بتطور بشغلي بسرعة كبيرة، بس صار معي ظرف واضطريت أترك، وأنا متأكدة بالخبرة الكبيرة اللي عندي رح كون مؤهلة لهذا الشغل. لولا المشاكل الشخصية اللي مريت فيها بهديك الفترة كنت لازم كون مستلمة إدارة المبيعات. أستاذ، حضرتك مستلم هاي الشركة من جديد، وهذا المجال يعتبر جديد عليك، لهيك برأيي لازم تلاقي شخص توثق فيه. هذا كل شيء؟ ماشي، ما اختلفنا، بس انت مانك شغلة بهذا المنصب من قبل. استاذ، اكيد حضرتك بالمكانة الكبيرة اللي وصلت لها صار عندك خبرة كبيرة بالشخصية. هذا تمسيح جوخ. ماشي، انا ممكن اعرض عليكي دورة تدريبية، وبعد 3 شهور بنشوف اذا كملتي للاخير، بعد بعرض عليكي عرض احسن. شو رأيك يا مديرة؟ مديرة؟ ما خلصت لسه. إذا ما قدرتي تكملي وقتها رح حطك مساعدتي، ويكون بعلمك وقتها أنا فيني أفصلك، بس أنت ما فيكي أبداً إنك تستقيلي وقت اللي بدك. إذا بدك تتميزي لازم تقدمي كل طاقتك، لتنجحي لازم تبهريني بشغلك. أنت ما عندك نقص مساعدات، ما هيك؟ بدي مديرة مبيعات شاطرة. الخيارين اللي حضرتك ذكرتهم هلأ، واحد يعتبر صعب والتاني سهل. المساعدة شغل مضمون، والمبيعات بده تعب وتحدي، ويمكن لو حدا غيري كان اختار الأسهل، بس أنا بطبعي بحب اتحدى للآخر. طيب ماشي، بتمنى تكون نظرتي صح. رح خلي مساعدتي تبعت لك العقد، وانتي عليكي توقعي. الفاتورة مدفوعة. راجعت لكم. الو، كيفك مايا؟ شو عم تعملي هلا؟ ما في شي، كنت قريبة منك، امتي خطرتي على بالي، لقيت حالي جنب بيتك فقلت لحتى اتصل فيكي. ماشي، اكيد بشوفك. أهلا وسهلا أستاذ. ليش ما رحتي؟ لأني ما قدرت أروح وأتركك. أنت مجنونة؟ أنا كنت صريح وواضح معك، قلتلك ما فينا نكمل. شو عم تعملي؟ عملت تاتو بعد ما تركتني، بيشبه الألعاب النارية الزرقاء، تختفي من السماء بس بتضل محفورة على جسمي.